لحضراتكم مع حلقة جديدة من سلسلة مبادئ علم الهارموني واللي بسجلها لقناة افتكاسات الفنون وقناة المايسترو محمد الفكياني ومحدثكم محمد الفكياني. اهلا بيكم. هنتكلم عن التآلف التانية بسبعته انقلاب اول اللي هو بيبقى تانية خمسة ستة والمستخدم في القفلة الإطارية. طيب هو تآلف تانية بسرعته، يعني لو حبينا نعمل نموذج على دوك كبير، يعني لو النموذج بتاعنا على دوك كبير اهو، هيبقى التانية بتاعته ايه؟ بيكون من ري فا لا دو، ده اللي هو التانية بسرعته. علشان نخليه انقلاب اول يبقى هنجيب الفا هي اللي في الباص، يعني هنبدا التآلف بفا لا دو ري، فيبقى هنا في الحالة دي اسمه 2 5 6. 2 5 6 اما انه يصرف مباشره على الاولى او يصرف على الخمسه. فتعالوا مثلا ناخد نموذج ونشوف ازاي بنكونه. اولا اللي هو 2 5 6 يعني الباص بتاعه هيكون في الدرجه الثالثه للتالف، يعني هيبدا هنا بفا اهو، ادي فا، يعني لو حبينا نعمل 2 5 6 هيبقى الفا، وممكن ناخد هنا مثلا دو اهي، وهنا لا، هو ري فا لا، ادي ري فوق اهي. طيب علشان نوديه لاولى يبقى في الحاله دي هيروح لي دو، وعندنا كمان دو مشترك، يبقى دو دو، والري هتروح اقرب اصوات لمي، والله هتنزل لسول، يبقى هنا الله هينزل والري هتطلع لمي، وعندنا صوت مشترك. ده لو هنصرفه مباشرة إلى الأولى. طيب ممكن نصرفه للخمسة، يعني ممكن هو 2 5 5 6 اهي، 2 5 6 هيبقى مثلا ادي فا دو لا مثلا اهو، وادي ري، هيروح لإيه؟ هيروح لخمسة. في الحالة دي الفا هيطلع لسول، الخمسه بتاعتنا اللي هي سول سي ري، هنلاقي عندنا هنا ري مشترك، يبقى هنا في عندنا مشترك اهو، والتصريف لاقرب الاصوات الله هتنزل لسول والتو هتنزل لسي، ادي تصريف خمسه، سوري تصريف 2 5 6 الى الخمسه. طيب قلنا بيستخدم في قفله تسمى القفله الايطاليه، ايه شكل القفله الايطاليه او ايه وضع القفله الايطاليه؟ بطبع بيكون في مسار لحني، احنا عاملين له هرمونيات، بتسمى قفله ايطاليه لو جت بالكيفيه دي، انه هي تيجي 2 5 6 رايحه الى 5 مصرفه الى اولى، يعني لو جت بالكيفيه دي تسمى دي قفله ايطاليه. يعني ايه الكلام ده؟ يعني هو هنا هيقول فا سول دو، ادي شكل القفله 2 5 6 زي ما قلنا، ادي دو مثلا اهي، لا ري رايحه الخمسه، يبقى ناخد الري مشترك، واللا هتنزل للسول، والدو هتنزل للسي، ثم تصريف الخمسه لاولى الحساس يروح للاساس، ادي دو، والسول هنا مشترك، والري هتنزل تروح للمي، واللي هنا هتروح للمي، يديني دو دو سول مي. الشكل ده او الكيفيه دي بيسموها قفله ايطاليه. اوكي؟ بس طبعا الكلام ده هيطبق سواء كان في الميجر او في الماينر، يعني سواء كان تعرف يعني سواء كان سلم كبير او سلم صغير، يعني نفترض ان ده كان دو ماينر مثلا، يعني تعالوا نحط له ال نعمل نفس النموذج كانه كان صغير، فهيبقى عندنا السي بيمول والمي بيمول واللا بيمول اهو، سي بيمول اوكي، مي بيمول، لا بيمول. طيب ايه اللي هيحصل؟ لما تحتاج نصرف الخمسه هيكون فيها حساس مش اكتر، يعني دي فا دو لا طبعا بيمول ري، ايه اللي هيحصل لما يجي يروح للاولى؟ مفيش اي مشكله عندي، لكن لما يجي يروح للخمسه لازم اعرفه هنا ان في
اللي هي السبعه دي حساس، اربع حساس، عشان احنا بنشتغل على السلم الصغير الهرموني فبنحتاج الخمسه نرفعها. اوكي؟ برضو هنا ادي الدو هتروح للسي. ده لو احنا استخدمنا مثلا في سلم صغير، لكن الكيفيه في التصريف والبناء واحد. زي كلمه الف، زي تصرفه، الفكره واحده. اوكي؟ يعني ده لو استخدمناه بقى دو ماينر، لو استخدمناه كده دو ماينر اهو، هيبقى هنحط بس الحساس في السكه. بس ده كان موضوع الحلقه، هو موضوع بسيط ولذيذ يعني، و2 5 6 ده من التغييرات اللطيفه، وممكن ان شاء الله نبقى نطبقه عملي، نعمل له حلقه تصريفات عملي كده، او ندخله ضمن عده حلقات عملي باذن الله. ارجو يكون الشرح عجبكم النهارده، وما تنسوش تشتركوا في قناه افتكاسات الفنون وقناه الماستر محمد الفكهاني، وتفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل جديد، واشوفكم ان شاء الله الحلقه الجايه على خير. السلام عليكم.